بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هر لا سنتكاني سلام كردن ما نوتن خالك ما باسكر لسنتكاني سلام كردن قيشتنا خالي حفتام لا يمل لا برصت حفتا وهاش لخالي حفتام باز لويدك كسنة دنق نزم كردن وا بس سلام كردن كاتك دتينا وخلكانك هندا ناو كومالا خلقانك كسانك بخبرنو كسانك خويان لكوتوا لو كاتا السنة إنسان دنجي بينزم كاتو بل سابعا من السنة خفض الصوت بالسلام إذا دخل على قوم وهم نائمون، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه، ففيه قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه، قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ولا يسمع اليقظان. بلى دل پیغمبر عليه الصلاة والسلام بخوي أو هاي كردوا وكو مقداد كري أسوات جم مقداد كري أسوات يكم كسبوا كا دفرمون عملياتي لبكرة عملياتي ناوزك سبحان الله هربو عمليات الجوفات كردية أو جاو بياوا يكك بوا لو بياوا نيكا زور دريج بوا دلكاتك لسر أجلا كي بوا بيل عردي خشا وكسة زور زور قائدة تساونا ترز بوا وشيعة يكك بوا لو أنك الشيعة خوش يعني دويتا مقداد كور أسود يكك بوا لو أوانا دلان لبروي أو برادر إمام علي بوا لقر إمام علي بيني خوش بوا الله أعلم أو بسيارك إمام علي هيتي لباري أو كآية مذي لمقداد دكا بتي ببي غنبري بري عليه الصلاة والسلام كآية كنت رجلا مذاء آية من أو مذي مزور دي خوم بشوم خوم نشوم دفرمون بمقداد دي دلي مقداد دي ببي غنبري دفرمي عليه الصلاة والسلام باش إنزا دفرميتن إما إما هريك لا 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 كاتي أو كبل دلي شير ما عنده خوار دوا باشا هريك لا إما لشوين خوي دلي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بو هريك كمان بشكي خوي دهينا كاتي كده ما خوار دوا إن زكاتي كبشو دهات فيسلم تسليما لا يوقظ نائما كدهات سلامي ذكر بشوازك سلامي ذكر أو كسيك خوي لي كتبو بخبر ندهات بسلامكي وأو كسر شيء كبخبر بو جيلي دبو يعني وسطيتك للسلامي ندن جهان دا قورك الكابرا رابر إلى غير سلامك نهان دنزمش أوي بخبر جيلي نبي سلامك شو هاي ذكر بصوتك أوي بخبر جيلي دبو أو شي نستيا بابلن بخبر ندهات بلا زادت السر خالي شكر تبليغ السلام سنة على خلاف بين أهل العلم كما سيأتي باختصار، كأن يقول لك شخص سلم لي على فلان، فإن من السنة أن توصل هذا السلام لصاحبه، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إن جبريل يقرأ عليك السلام، قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله. ففي الحديث إيصال السلام لصاحبه كما أوصل النبي صلى الله عليه وسلم سلام جبريل على عائشة رضي الله عنها، ويؤخذ من الحديث أيضا سنية بعث السلام مع أحد. بلى هشتم خال سنة كاتك كسك سلامك تبيد جينيتن دلي سلام لفلان كس دلي سلام بقينا بفلان كس كأوها دليتن سنة دوايا أتو سلامي بقيني با فلانة كسي بلغم أنت يا بلغم حديثك خاتو عايشة كده فرمي بيغمبرك عليه الصلاة والسلام بي فرمم كجبريل سلام اللي دكا عليه الصلاة والسلام بخاتو عايشة فرمي جبريل سلام اللي دكا خاتو عايشة فرمي وعليه السلام ورحمة الله أو هاد جوابي داوة لو حديثي بلغي لو كسك كسلامة بيدقيني سلامك بقيني وك بيغمبر عليه الصلاة والسلام كاتك جبريل سلامك بمحمد عليه الصلاة والسلام بوخاتو عايشي ناردوه بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بيغيان كا
فلان السلام لدك دائما لروي جواب دانه وزور زار ويدل فلان كسلام لدك دري بابا فلان سلام لدك بيان دا فلان كزلي زور زار ويدل سلام سلام اخوا لبيغمبر اخوا لتوجبي لوجبيتن يان دلي سلام اخوا لتوجبي سلام اخوا لتوبي ولوجبي يعني با كومل شواز جواب دانه شوازي سنتي او هايا وكوخات عائشة جواب داوة وعليه السلام ورحمة الله اقا بركاته الشيلو زياد بك وكو استاذي للفظة كانت كهيا ذكري وعليه السلام ورحمة الله وبركاته اقر كيابو اقر افرتيش بو وعليها ونيا ادبت عليها بل اختلف في حكم تبليغ السلام إذا أوكل للشخص أن يحمل سلاما ويوصله لآخر كأن يقول سلم لي على فلان، هل يجب على الحامل للسلام أن يبلغ السلام أو لا؟ على قولين قيل يجب لأنه يشبه الأمانة وإيصال الأمانة واجب واختاره النووي رحمه الله، وقيل سنة لأنه يشبه الوديعة، والوديعة لا يلزم من أخذها بتحملها إلا إذا تكفل بها واختاره ابن حجر رحمه الله. والأظهر والله أعلم القول الثاني، وأن تبليغ السلام سنة في الأصل إلا أن يستأمنه المسلم فيقول له أمانة معك أن توصل السلام لفلان أو نحوها من العبارات التي تقيد بكونها أمانة وتحملها المبلغ وقبل بتوصيلها. وبعض العلماء ومنهم ابن حجر رحم الله الجميع قالوا بسنية الرد على من حمل السلام أيضا مع الرد على من سلم، فيكون لحامل السلام أيضا نصيبا من السلام. فالأفضل لمن نقل له سلاما أن يقول لحامل السلام عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ونحو ذلك. بل زباس لويدا كاتن أقر كسك بيغوتي سلاما بغينا بفلانا كس آية واجبة سنة دكري ناكري دفرميتن أوش راجعي لسرا للانزانان لسر دو رأي دو قسان هي لسري قيل كي قسك يدلي واجبة كسك بيغوتي سلاما بغينا بفلانا كس واجبة أتو بفلاني بري دبي إلا بي بري دلي أول جبروي بأمانة دتيتن قاندني أمانة واجبة وكو إمامي نوي دفرمي كدلي واجبة كواتا واجبة كابرا قوتي تو سلام سلام بغينا ببابت واجبة ببابت بري أول سلام لدكاتن سلام بغينا بفلاني واجبة دبي بيغيني قيلة چش درينا ولا السنة تونك بوا دعاية دتي أمانة دتيتن أو أمانة مرزنية واجبني أتواري بغري ما واجبني وري بقري بس اگر اتو ورد گرت او كاتي واجبه زيب زيب كي بس اگر كابره قوتي سلاما بقينا بفلانا كس واجبني اتو بري كاكا ورد اگرم تاو او سلاما كد دقينم بس اگر قوتي باشا تاو سلاما دقينم واجبه او كاتي سلاما كي بقينم شكا تو فيد قوتي باشا سلاما دقينم واجبه دبي اي والله اما دنا 500 زار كابره ودره دره باشا لفكري ده تهر حبابيري شنياتي وچه سلامي ليه كرديا داخو اگر موضوعك بيته قور داري اره والله سلامي ليه ده كرديا مجاري بيده قوتم سلامي ليه بكا ليرا داناري كتيبك دلي اظهر ويا والله اعلم قولي دوان بك السنة يعني ككابريك بيقوتي سلام بقينا بفلانا كس سنة او سلامي بقيني بومارزي اتو اود نكرد بيها يعني ورد نكرد بابلين نري باشا طواو او دي قينم يعني لا سر اخوتي بيويز نكي كابرا قوتي سلامي ليبكو اي دري ان شاء الله او جا اگر قيان ديد او اجر باداش دي او اگر نشد قيان او هيتس ان شاء الله تاون بار نابي بو قولي بو بلغي كدلتن الا اگر كابرا قوتي كاكا قوتي او امانت بلا سرتو او سلاما بقينا بفلاني كقوتي امانت بسلاما بقينا بفلاني او كاتي واتزب دبي إلا هذا بسلامة كي بقيني باش إيما نازانن أغنى عم توشي أو موزعان ذكر دين دان كرد أمانة للسرمة دفر ميتن أوكاتيكا دبي بقين دري بلام أغر نيقو أمانة بي أو إن شاء الله واجب نابيتن بلام هر سنة إنسان بقيني أجر باداش دي دقشت يندق لزانن لوانا ابن حجر رحمة خواهي لهميان بيتن كدفر ميتن سنة جواب دانوي سلامي لسر او كسر شي كسلامك هر قرتيا
وجابي او كسج بدريتو كسلامه كي كرديه يعني امن كاتك دليم دليم مثلا بابا فلانه كسلامي لي كردي كامنه وقصيده كم سنه او كابراي كجواب سلامه كي داتوا سلامه كي منو افلانش كسلامي لي كرديه جواب داتوا بقسك ابن حجر ومجموعه لزانين رضا ورحمه اخوان ليبيتن تشكد فرمي او كسي كسلامه كي هل قرتوا يعني بمن يانقول تيكا سلام بقينم اوش بشق لها سلامكي ببردكويتن بوي او باشتر او كسي كا سلامكي لبو نقل دكي بليتن وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته او ها باشترا استاديتن حديثي جديني بلغ جديني لسر او بابتي اقر تي والله اعلم هندك او حديثاني ام بي ضعيفة هندك لزانا او حديثانيان بي ضعيفه او ايان بي صحيحه كا بيغمبر عليه الصلاه والسلام سلامكي دقيني بخاتو عائشه لديش كش هيتمان او كاتيك خبيبه والله اعلم وشي لدار ددري كافراني قريش داني بيكوجن ها ابو سفيان بي دلي حزت ذكر استا محمد لشوين با عليه الصلاه والسلام اجد فرمينا حزناكم دركتش لبيراتي او زلوين در سلام دنيري لابو بيغمبر عليه الصلاه والسلام خويا سلام بقيني ببيغمبر عليه الصلاة والسلام لمدينة كاتك جبريل سلامك يدقيني سلام خبيب ببيغمبر يدقيني جواب داداته وعليه السلام ورحمة الله تمشى جوابي أو سلامي داداته لو يعني أويك سلامة كان هاتيا أو ها هاتيا نهاتيا بل يعني لا بلفظ صحيح هاما بس ما أما أوانا أوانش حديثي لسر هاتيا كبلي وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته بوشي وازش حديثي لسراتيا بلام اوان كبا قوترن بخاري ومسلم بتابتي اويكا حديثك خاتو عايشي بخاري ومسلمة بقوترا والله أعلم بلا واستدل ابن حجر رحمه الله بدليلين أحدهما حديث رجل من الصحابة عند أحمد وأبي داود وفيه أن رجلا أوصل سلام أبيه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعلى أبيك السلام. والآخر حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي وفيه قول خديجة رضي الله عنها لما بلغها عن جبريل سلام الله تعالى عليها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وعليك وعلى جبريل السلام. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه لحديث عائشة رضي الله عنها السابق قال النووي في هذا الحديث مشروعية إرسال السلام ويجب على الرسول تبليغه لأنه أمانة وتعقب بأنه بالوديعة أشبه والتحقيق أن الرسول إذا التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة والودائع إذا لم تقبل لم يلزمه شيء. قال وفيه إذا أتاه شخص بسلام من شخص أو في ورقة وجب الرد على الفور ويستحب أن يرد على المبلغ كما أخرج النسائي عن رجل من بني تميم أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم سلام أبيه فقال له عليك وعلى أبيك السلام. وقد تقدم في المناقب أن خديجة رضي الله عنها لما بلغها النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل سلام الله تعالى عليها قالت إن الله هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. ولم أرى في شيء من طرق حديث عائشة رضي الله عنها أنها ردت على النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه واجب. بل أو جاء ابن حجر لبوق سكيك دلي أقر كابراك سلامي لي كردي سنة دواء تبلي وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته دلي دو دليل هنا يا دليل لو أنا حديثك لا مسند إمام أحمد وأبو داود هذا فرميتن كابرايك سلامي باوتي ببيغمبر قال عليه الصلاة والسلام كبابم سلام اللي دكا بيغمبرك عليه الصلاة والسلام بكابراي فرمو عليك وعلى أبيك السلام. حديثك كأنسة كالنسائها تودا فرمي قسكي خاتو خديجية كاتك بابلن سلامي جبريلي بيدا قين دريتن ببيغمبر دلي عليه الصلاة والسلام ده فرمي عليك وعلى جبريل السلام عليك وعلى جبريل السلام. ابن حجر ده فرميتن لكاتي شرح كدني حديثك خاتو عائشة كده فرمي إمام نووي ده فرميتن لو حديثي أو ورد جيريتن ك سنتيتي قاندني السلام وناردني السلام سلام بنيري لبوكسك وواجب جبوا لسر أو كسيك رادس بيردريت النير دراوكا بيجيني لبروي أمانته أو كابرايك رادس بيردري بقى عندني أو شتي نير دراو دبي بيجيني تونك أمانته
وباسي اوج دكاتن كا او دبيتا هاو شوي وديعي لديتن وكو وديعك سباردش لديتن بويا او كسي كا نيردراوا بابان دبوي كا او امانتا يعني او وديعيا بجينيتن اگر بيتو وديعبي يعني سباردبيتن اگر كسكا قبولي نكاتن لم يلزمه شيء هيتي ناكو تسري مثلا كنقولتي سلام لفلاني بكا اتو قصدناك والله هي نايقمي اها والله هي نازم كيني دسمكني او يعني قبول منكر ورم نقرت او كاتي هيتي ناكو تسري وفيه اذا اتاه شخص بسلام من شخص اگر كابراك سلامي لكسك و هنا لبو كسي تشتر يام بورقا نسي سلام اللي كرت ها نامه ناردن وشتانا يعني زاروي هي لا اوي نامد لبو دنيري لا بابلن او توركو ملاتي كانوا لا موبايل وانا نامد لو دنيري دفرمي يستحب ان يرد على المبلغ سنة دوايا جواب سلامك بدي مثلا ام دنيرم درم ولا فلانك السلام اللي ذكرتي سنة دوايا تو جواب سلامك بدي وكولا وكنا سايش انا تي دفرمي او كابراي بني تميم ك باوچی سلام لی پیغمبر دکر علی صلوات و سلام کابرا هات فرمی بابم سلام لی دکا رسول الله فرمی علیک و علی ابیک السلام لسر خوتو باوکت سلام بیتن و حدثک خاتو عائشه ک جبرئیل سلام لی دکاتن لرواتش ک دیار او هاتیا ان الله هو السلام ومنه السلام و علی جبرئیل سلام بابا التاسع السلام عند دخول المجلس وعند مفارقته أيضا يسن لمن أراد أن يقوم من المجلس ويفارقه أن يسلم عليهم قبل أن يفارقهم كما سلم حين قدم عليهم لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة بله نویم اوه کاتک اتو دتینا مجلسه چی سلام بکی و کاتک لیان زیاده بیوا سلام بکی سنت لبو کابرای کدتی تناو کاملا خلکانک ولا کاتک لیان زیاده بیتو سلام بکاتن به هر دو شوازان حدث کی ابو هریره ده فرمی پیغمبر کو علیه الصلاة و السلام فرموی اگر یک لئوا کوتای پهینا لمجلسک دا یعنی ویسی بستنا مجلسک سلام يعني لدك اگر كوتاي بمجلس كي هنا سلامي سلام دكاتن لبرت فرموي لبروي او سلامي كي كم دكاتن لبيشترني لو سلامي كا دوايا ديكاتن كواتا او سلامي بداية كأتو دي سلام دكي لقر اوي كدروي سلام دكي هيتيا فضل يعني بس هيتيا نيا هر دو تيان وچيكن يعني اگر كابرا كو دي تجوري سلام نكا عيبا يعني مثلا نوعك بنوعك تمشادك ري بهمان شو اگر تو درش سلامی نکر هر او های بس ناو ایما او سنتا بزر بو ونیا نما اگر نا لأصل او های که کابرا تو درش سلامک هر بوحسی بدا کریتن ایما دره والاهی ولا دره فلانا کس ما شاء الله دره دره ولو جمعته او چی دی سلام دک او چی در روش سلام دکاتن لجمعتی هاتنو تون السلامی او بنوعك يعني كابرا تمشايدك او هادك والله اصل او ها اخوي اصل او ها او شو زي كبيغمر عليه الصلاه والسلام في ريكردوين بل عاشرا تسن المصافحه مع السلام عند اللقيا وعلى هذا عمل الصحابه رضي الله عنهم دل عليه حديث قتاده رضي الله عنه قال قلت لانس اكانت المصافحه في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الحادي عشر يسن التبسم وطلاقه الوجه عند اللقاء لحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق وعند الترمذي من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة بل خالدهم أو توقع كردن لكاتي مصافحات توقع كردن لكاتي أو كبيك دقي أوش عمل الصحابي لسربوا بلقش ما حديثك قتاديها كده فرمي بأنسم جوه فرموم آية هاولاني بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام قتادة بخوي أو بوا
ده فرمي با أنا سمعو قوتم فرمو آية هاولان بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام توقيان كردية فرمي بلى باس باس لو ده كريتن كا مصاف أوي باوش جيدان فرمي أنه يعني زياتر بس توقى كرايا لبين الصحابة وبيغمبرش عليه الصلاة والسلام لباري فضلي توقى كردن ده فرمي ما من مسلمين يلتقيان في تصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا هردو مسلمانك بيك بغن توقى لقل يكتر بكن إلا خواي قورا ليان خوش دبي بيش أويكا ليك زياب ابنوا كواتا أجروبا داشتا تزوري هي توقى كردن وسلام كردن يازدم خال سنة لكاتي السلام و بيك جيشتن بشاشات بدا متاو او يعني زرد خانيت بي وديار بي تكا ابو زرد فرميتن بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام بي فرموي لا تحقرن من المعروف شيئا هيتش تقل تاكا بكم مزانا اگر بدا متاوي چي خوش بدا متاوي چي دوانيش غروبا روي براكت ببيوا وهر وهاد لا حديث يشتر ده فرمي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بي فرموم بيكنين وزرد خند برامبر برايك مسلمان لك صدقة برامبر برايك اولا بو تو دبيتا صدقة وخيرة كواتا هم بزرد خنا هم بروش خوش كاتك بمسلمانك دقي او يان بأجر باداشتو صدقة لبو دنسري الثاني عشر تسن الكلمة الطيبة فهي صدقة وسواء كانت عند اللقاء أو المجالسة أو في أي حال فالكلمة الطيبة سنة لأنها صدقة ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدقة وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار فأعرض وأشاح ثم قال اتقوا النار ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة وكثيرا ما يجري على ألسنة الناس كلام طيب لو احتسبوه لأجروا على ذلك كثيرا وأخذوا من هذه الصدقات بحظ وافر قال شيخنا في شرح رياض الصالحين كلمة طيبة مثل أن تقول له كيف أنت كيف حالك كيف إخوانك كيف أهلك وما أشبه ذلك لأن هذه من الكلمات الطيبة التي تدخل السرور على صاحبك كل كلمة طيبة فهي صدقة لك عند الله وأجر وثواب. بل خالد وعظم أزلوي دكاتن كوشي تاك بكار بيني أو شيء تاك أجد بيتا صدقة وخيرك أو زلكاتي بيك جيشتنا لدانش نكانا لهر حالة تكدا أتو قصة باشان وقصة تاك وقصة خوشانا بكي هرم يان دبيتا صدقة بلغة ما حدثك أبو هريرية فرمي بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام فرموي وشي تاك وباشو باك صدقية لبو كابري وحدثك عدي كده فرميتن بيغمبرك عليه الصلاة والسلام باسي آقري كرباشان بشتيال كردو وكو بينا خوشبونك وحال ناخوشبونك باشان فرموي خوتان ببارزن لآقر دوبارا بشتيال كردو نو بينا خوشبونك باشان بيغمبرك عليه الصلاة والسلام دلي حتى اما واقو ما نمبر كا سيري آقر دكا بيغمبر عليه الصلاة والسلام كسير دكاتنا عند وزعك او اي بي ناخوش بو بشتال كردنا كي لي باشان فرموي پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام فرمي خوتان لأگر بپارزن اگر با لتخورمايا چيش بيتن و اگر کسك لتخورمايا نبو بي بخشيتن بابا وشي تاك خوي لأگر بپارزيتن يعني وشي تاك دا بيتا وي پاراستني لأگر لبرهنده او کسك زمان لقصي خوش راهاتوا قصاكاني خوشنو يعني تاكنو پاكن قصي باش دكن براستي اوه خيري چي زوري بوخو قلداوتو بوخوي تومار كردوا مسوغر كردوا ابن عثيمين اللي شرحي الرياض الصالحين ده فرمي وشي تاكو پاك اوه اكا اتو بريا نفركي بري توني تندروستي تونا برياكان تونن مالو تونن يعني او شي وازانا اوه قصي باشو تاكا اوه ايان بخير وبصدقة لابود دانوسري اگر او هاب کی ادی اگر دو صعوبات خوشی شی اگر کی او هر او هر مهم مهمه باشا اینجا ده فرمی اتو دل خوش او بوق سنه دل خوشی به اخر دل او کبرای او ان شاء الله همی با اجر و پاداش نبود ده نسریتن بله الثالث عشر استحباب ذكر الله تعالى في المجلس
والأحاديث في فضائل مجالس الذكر والحث عليها كثيرة، ومن ذلك حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر، فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. قال: فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم: ما يقول عبادي؟ قالوا: يقولون: يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. قال: فيقول: هل رأوني؟ قال: فيقولون: لا والله ما رأوك. قال: فيقول: وكيف لو رأوني؟ قال: يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وتحميدا وأكثر لك تسبيحا. قال: يقول: فما يسألوني؟ قال: يسألونك الجنة. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو أنهم رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها وكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. قال: فمما يتعوذون؟ قال: يقولون: من النار. قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة. قال: فيقول: فأشهدكم أني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. ولمجالس الذكر فضائل كثيرة ليس هذا موطن بسطها، فينبغي لمن جلس مجلسا ألا يقوم إلا وقد ذكر الله تعالى فيه. وجاء في السنة ما يدل على ذم المجالس التي لا يذكر الله سبحانه فيها، ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. بله، خالی سیزدا باز اوی دکه سنت انسان لکاتی مجلس اقدادن انشن لناو کومل خلکانه که سنت و لو مجلس ذکر و یاد خوای پروردگاری تیدا بکریتن و هاندان لسر اوش ابو هريره ده فرمی پیغمبر کو علیه الصلاة والسلام خوای فرموی خوای پروردگار کومل اقل ملائکتانی هی او ملائکتانه لرگاکان ده سورین و يلتمسون أهل الذكر. لكن در ذكر بكريتن دتنا أو شوينا دوري أو شوينا ددن كاتك لو شوينا كود ابن وخلق كانش خريشي ذكر إنزا أوانا هوالي لدوريك لدوريك هتاوكو آسمان برز دبنوا تا آسمان الدنيا برز دبنوا إنزا خوي پروردگار پرسيار يان ليدا كاتن لكاتك أو شارة ذاتر حالو بالي أو بنداني برسيار لملايكة تكان دكاتن ما يقول عبادي آي بندكاني من تدلين دلان أي خواي پروردگار أو سبحان الله دكنو الله أكبر دكنو الحمد لله دكنو يعني بقورزانيني تو دكن دا إنزا دفرميتن خواي پروردگار با فريشتكان دفرمي هل رأوني آي من ينبيني و دلان ناسوين بتو أي پروردگار تویان نبینی وا. اینجا پروردگار دفرمی باشه چون دبون اگر منیم ببینی به دفرمون ای پروردگار اگر تویان ببینی به زیاتر سور دبون لسر عبادت کان و زورتر تویان با گور دزانی و حمد و سپاسی تویان دکرد و تسبیحاتی زیاتریان دکرد. پروردگار دفرمی باشه چیان دعوی لمن دفرمون یسألونك الجنة دعوی لی دکن که بیام بیه بهشتیم دی خوای پروردگار دفرمی ای آوانا بهشتیم بینی و دفرم ناسوند به تو پروردگارا بهشتیم نبینی و پروردگار دفرمی باشه تو سی دبو اگر آوان بهشتیم ببینی بعد دف ملاکتان دفرمون ای پیغمبر ای پروردگارا اگر بهشتیم ببینی بعد زیاتر سور دبون لسر عبادت کانو بدستینانی دعوا کردنی بهشت و سور دبون لسر دعوا کردنی و زیاتر طموحیان لبویده تو لبو بهشت زیاتر حزیان لبویده تو پروردگار دفرم ای لطی پناهان گرتو لمن دفرم ای پروردگار لآگر دفرم آگریان بینی و دفرم ناسوین به تو نیان بینی و پروردگار دفرم اگر بیان بینی به دفرم ای پروردگارا زیاتر خویان لی دپارا زیاتر لی هر دهاتن زیاتر لی دترسان اینجا پروردگار دفرم دی شاهد بن فرشت کنم، امن لوانا خوش بم. لنا آو مجموع ملاکتی ملاکتک دی دل خواه. فلانی کری فلان، آه حاتبو لگر او مجلس دانش بو، اینما جا لحاجه.
بيستي شابو تاوري فلان كسي داكر قلت بقى لكم لو مجلسي تاوري كسي داكر شتا شابو حالة تقبل وخوي لي وندر دانش تبو ونبو لقر زمعتي اوي بك الذكر وياد اخوي قورب كان پروردگار دا فرمي اوانا كوملان يكن هر كسك لقر يان دابني شتن بدبخت ناك وش بخت هر كسك لقر يان دابني شتن بس ليرا باسي اوي بك مجلس الذكر اما ما بس مان او نيه كسر باب دا وحي وحوي وشمشيري لخوي بدا وبري ولا مجلس الذكر مجلس الذكر مثلا دادا نشي قرآني داخين توا يك تفسيري دكا يعني قرآني داخين غلطك يا غلطة كان سادكاتو يا حديثة داخين دريتوا يعني بابتك فقهية باز دكريتن يعني مثلا بابتك زياتر أوانية نكابرة دابني شتنو سر باب دا بري ولا أو مجلس الذكر شكو أوي لحديثة كان باز دكريتن باسكا لباري أو كسانيكا خويا فيرا شتشي ديني خواي پروردگار دكان لمالك لمالكاني خواي قورة دادانيشن خواي انفيرا علم الزانز دكان او يان خريشي او انك مثلا تسبيحات الذكر مثلا دادانيشي بون من شواني ليلة القدر او دانيش تلو خوي تسبيحاتي دكا او قرآني دخيني او دعاي دكا او اوانا مجلسي ذكرن ك لحديثة كان باز ذكري وهر وها باسي او مجلسانش كريكا مجلسي او اويك ذمي مجلس دكاتن كبيغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام ده فرمي هر خلقانك دانشتن لمجلسك لمجلسكان يادي خواي قوريا نكر الا كاتك لو مجلس هر دستن وكو اوي لسر لا شيء جيدريجي چي توبي هستابن تنقي زونو ناشرنا ده فرمي كاتك لو مجلس هستان كاتك ذكر يادي خواي قوريا نكر وكو اوها وكان لهم حسرة بوان دبيتا حسرتك لولا قيامتي او كابرايك حسرت دخوازيتن يكك لحسرتك كان تيا او يك لمجلسك دانشتو ذكر يا دي خوي غوري نكردوا يعني او دبت حسرت لبو قيامتي شي اما اگر او بيتن بيكاتن او ان شاء الله دبيت اجرو بادر لبوي بل الرابع عشر يسن ختم المجلس بكفارة المجلس لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا غفر له ما كان في مجلسه ذلك ومما نهي عنه في هذا الباب ابتداء أهل الكتاب بالسلام ومصافحة المرأة الأجنبية والخلوة بها وألا يؤم الزائر صاحب البيت بالصلاة إلا بإذنه وإقامة الشخص من مجلسه والجلوس فيه والتفريق بين اثنين في المجلس بدون إذنهما وتناجي اثنين دون الثالث وسماع حديث قوم وهم له كارهون وتحديث الشخص بكل ما سمعه من الناس لأن في كلام الناس ما هو كذب وترويع المسلم والتكبر في المشي والتجسس على المسلمين وآفات اللسان كالكذب وإضحاك القوم كذبا وكالغيبة والنميمة واللعن والطعن والفحش والجدال المذموم والخصومة والحلف بغير الله وكثرة الحلف بالله تعالى لا سيما في البيع والشراء والتفاخر والطعن في الأنساب واحتقار الآخرين والشماتة بالمسلمين وغيرها من آفات اللسان وكذلك الحسد وسوء الظن والغل وغيرها من الآفات القلبية بلى شاردام خالد فرمي بوا بس سنة كان مجلس كوتايبي دينين ككفارة مجلسة طبعا او اگر كابرا لمجلس دانش ذكر ويا دخواي قورينا كرت او حالة قيزوني كبيغمبر عليه الصلاة والسلام بقيزوني بان سيدكاتن كا وكو ويلا سر لاشي جدري جيتي توبي وستي بي ودبي تحسرد لبوي اما اگر كابرا اقل بيري كرت او دعاء بك دعاء كفارة المجلس كابو هريرة دلالي بيغمبر عليه الصلاة والسلام فرمي هر كسي لمجلس دانش زور لو لغبي تدابو قصي بينو برده تدابو الدنياي او دولار بچند فلان بچند كو او روي او هاتو او تي او ميردي كرنا ازام تي كرد ها او ترتيباتانا كاتك لو مجلسي هستا بابلي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اگر او دعاء بكاتن الا خواي پروردگار لي خوش دبي لو كلو مجلسي رويدا كاتا دبي تكفارتي او مجلسي مما نهي عنه في هذا الباب او ان هي ليكراوا لو باسانيكا هات لو بابتيكا باسمان كرديا دفرمي نهي ليكرا اتو سرتا دز بسلام بكيلا اهل الكتاب يعني كابرا مسيحيه جولك اتو بتسي سلام لي بكيه كم صار نا اتو سلام لي ناكي لو يقلب او برادر انا باس كردكو ام زمان ملي راتك دسمي مندر سلام بكم نعم دلي سلام مكا
عادي تسبك أو كاتي دكري مثلا باني باش ولو برق لسر زمان ما قرصة ده تاني بري مرحبا يعني قصق لو بابتانا أقر زاني تخلقك كمسيحية أقر زاني مسيحي ومسلمان ما بس من كدر أهلي كتاب أقر زاني مسلمان وأهلي كتاب تيكلن أو كات بنيتي السلامة كات بنيتي مسلمانان داكي أقر وان جو خوان جوابيان دا وشتشكي أما أقر زاني أو أهلي كتاب المسيحية ينزو لك وبيت سلامي ليبكي أو نابت لهين يكرا وريقري ليكرا بس أقر أو سلامي ليكر دي جواب دا ديو وعليك وقف پیغمبر علیه الصلاة والسلام فیری کردوینه اذا توقع کردن لگر آفرتی بیگانه مانوا بتنها لگر آفرتی بیگانه و بپیش اوی بکوی بپیش خاون مالی بکوی بو نویش ببی ازنی که برای مثلا دستی مالی کسا چی راز بپیش بکوی اتو پیش نویشیان لبو بکوی او جنابی تن الا اگر که برای ازند بدا او جبا پیش دکوی اگر نا بپیش نا کوی و هر وها كسك هر بستيني لشوينك بخود بتي لو شويني دابنيشي اوج نهيلي كرايا و دوكس دانشتينا اتول بتي لبيني او دوي دابنيش او دوي ليك بكي اوج نهيلي كرايا دوك سينفرن دوكس بيكوا سبستي دكن سيم جيلينيا اوج نهيلي كرايا و هر وها جيلك خلقانك رابقري كبيان ناخوش اتو جيلي رابقري هذا سيبيل بزاين شيا او زاسو سكان دقرتو بتايبتي دي خوي ده خافريني عجلنا مزقفت خوي بمبالي ده خاف يعني قرآن اچي در ديني وچكا براي جاسوس هاتبو برادر ده گو هاتب اكنما ده گو اره سورة آيات الكرسي مده يولوم دابا زينن سورة آيات الكرسي ده گو ده من زين جاسوس و آياتي تاقيب من ده ده گو سورة آيات الكرسي مده آيات الكرسي مده خوي اك آيات سورة آيات الكرسي اوزي يعني همو كسا چي ده گرتو خلقك اما لو خما قصيده كان يك قوال ولا جرا دغري او نابتا ان هي لي كرا وهرشيتون دي شي لسرا باشان قسكردن لسرا همو اويكا لخل شي جيل لي دبي هل قسك جيل ابو بجري هل قسك جيل ابو او جديسان حديث لساهاتي وني كفى بالمرء كذبا اي يحدث بكل ما سمع بصل ابو كابرايكا بو كابراي برين بو كابرا كتاوان بار بي بي برين دروزن او اي كهر قصة جيلي بو بريتو هر قصة جيلي بو ولا دارين ايخا او نابتن ونيا لبرو يخل قصة يخل جلواني باشي زوري درويتي دابي خارق لو خو قصة دك او لو لا جيلي دابي او لو لا جيلي دابيتن ونيا ترسان ديني مسلمان دروزنيا ها مجموعة مسلمان اكا لقى پیغمبر ابن عليه الصلاة والسلام وچي هنده چان لره دانشتن خويان لكت كهستانوا يكا چان گو پارکه اوکید یعنی دارکه اوکید کی برد ترسه چیلی نیش که برد رای اوه دعای پیغمبر علیه الصلاة والسلام هر راشه کر که فرمینا بی برای مسلمان بترسینی اگر با بردنی او چیش داره چیش بی عصای چیش بی نا بی مسلمانی بترسینی دبینی مثلا که برای دادنشی نعلکانی لی ده شارتا و ونی پیلاوکانی ده شارتا و تسبیحه که سویزی سیاره دباتنه برچدنی ده شارتا و يعني هر شتق لو انا حلال نيه ودروس نيه ونهي لي كرايا او شتانا لكات الروشتن خوبا قورا زانيني تيدابي نهي لي كرايا وزاسوس كردن لصر مسلمانان وهروها قصا كردن كا او اي افتا كان زمان كا درو كردن يق لو انا يعني سبحان الله كابرا هر قصا دكا ودرو دكاتن پیکنین با قصه خلقانه که بتوی خلقانه بینی پیکنین بدرو کردن ونیا پیکنین غیبات نمیما و هر وها لعن برای فلان بنا علاد بی آی فلان بنا علاد بی آوانه همینه فلی نهیلیک ره طعن فلانه ها فلانه کپوی درج او فلانه نازم تایی او های زق او لطی نازنم در بلم و ها او آوانه أنا هيل أنا خش إيه باش قصي ناشر إنه قصي فحش أو أنا أو جدال مناقشة أنا كمذمومة وركاب ركي مثلا كابر زار وين مناقشة إلى قردكي قفت قول إلى قردكي درى داكد أو هو بابد أو إيه باش أتو قصي إلى قرا من دكي مناقشة من دكي تسد دسيوي سوين خواردن بغيري خواي بروردقار و
زور سوين خواردن بخواي پروردگارج بتابتي لا كرينو فروشتن يعني كابر هر قصه چي دكه دري بخواي هر قصه چي دكه هم سوندلو تخوي بتابتي لا كرينو فروشتن زور زور كاريگري هي نهيلي كرايا خو با گور زانينو و طعندان لا نسب او دري امل لا فلان ايما ام لا سري ما زمعت سري ما اوش دريت طعني لي داتنا تو فلان او هاي فرا كوري اوكي ات او انا هم يا نهيلي كرا بكم زانيني خلقاني تكا جندان بمسلمانا يقصبي قوتنو او بابتانيا وحسودي بردن وقماني خراب ورقوكينا زقل اوانش ك اواني كالدل مثلا حسودي وهرشتكك اوانا هيا اوانا هر هميان نهي لكرايا دي تسر سنتكاني لباس والزينة ليروا كوتايب يدينين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك